عندنا صوت؟ في صوت الحين؟ في صوت عندنا؟ حياكم الله، رجعت لكم بس الظاهر نايف دخل علينا الاستديو وطلع. حياكم الله، شاركوا وتواصلوا ودزوا مسجات وفالكم طيب. الأرقام الموجودة أسفل الشاشة هي جسر التواصل ما بيني وبينكم، وأكيد اللي يرسل أكثر تكون له الفرصة أكبر للربح. وعلى فكرة الناس اللي قاعد تابعنا الحين أقول لكم لا تضيعون الفرصة عليكم، دزوا مسجات. كان المفروض اليوم نسوي سحب على الفيلا، اليوم نسوي سحب على الفيلا، بس اللي حصل إنه وايد ناس شافوني برا قال نواف عطنا فرصة ندز، واتصالات وتليفون نايف ما يسكت وبروح عليه مكالمات. المهم فيعني تخيل ان اعطيناكم فرصه لباكر، وان شاء الله اليوم راح تشوفون دعايه حلوه عن الفيلا وباكر دعايه، عشان كذي نقول لكم باكر ان شاء الله راح يكون السحب الكبير على الفيلا. وكثفوا اتصالاتكم مسجاتكم وان شاء الله فالكم طيب والفيلا تكون من نصيب ان شاء الله الشخص اللي يستحقها. كل واحد دز مسج ما شارك على الهواء حتى لو ما شارك راح يكون له فرصه انه يدخل معانا، وبعد شوي راح اقول اسرع واحد يدز يدخل معنا وراح نسحبه معنا. نبلش يبا مايسترو، يلا. الو جديد، الو 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 الو، يا صباح الورد بهل جده. الو لو سمحتي توطيني التلفزيون او تقطيني من الدريشه، يعني عندك. الو اخترتي؟ ايوه بهل جده. الاسم الكريم زهور. اهلا فيك يا زهور، حياك الله. بس لو توطيني تلفزيون جاهزه؟ طيب اوكي جاهزه. من جده؟ اي من جده. بس صوتك مو واضح، علي صوتك. ايوه من جده. ايوه من جده، تعالي معي على السؤال يلا بسم الله. طيب السؤال يقول من الذي استعمر ليبيا؟ ليبيا، هل هي فرنسا ام بريطانيا ام ايطاليا؟ ايطاليا. يعني اعطيني اجابه واضحه، هل هي الاولى الثانيه الثالثه؟ قولي لي الثالثه. الثالثه؟ ايوه ايطاليا. ايوه ايوه لا ايوه قويه. ايوه ديل ديل. ايوه للاسف انت اخترتيها وغيرتي، للاسف اجابتك صح، دخلتي معانا عميلتنا الكريمه. اهلا فيك حياك الله، ما شاء الله جوائزنا حلوه وراح تتوزع عليكم ما شاء الله، انتم وايد يعني ان شاء الله الله لا يغير عليكم. جاهزه؟ اوكي جاهزه. يلا عيوني لك انا حاضر، عندنا ثلاث معاملات اخدمك فيها، تبين كريدت كارد ولا تشيكات ولا الكاش؟ كاش؟ كريدت كارد. حلو، الكريدت كارد فيها 5000 دولار وعندنا التشيكات فيها 3000، اما الكاش 2000، وعندنا فايزين وايد امس على الكريدت كارد. أوكي. اي رقم؟ رقم 5. 5؟ ايوه 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 خمسة. ابغى اسمع كل اللي جنبك يقولون ايوه. قولوا ايوه قولوا ايوه ايوه. يلا الرقم هو، ركزي معي. طيب اوكي. 8 3 9 وباقي رقم واحد باقي. يساعدني اول شيء اعطيني رقم تفكرين فيه. 8 3 9 كم بورت؟ 8 3 9 سرعة. صفر صفر. ايوه ديل ديل ديل. للأسف ما تساعدني. مدام فتح معانا الجهاز يعني أنت فايزة وصح. 5000 دولار كاش. 5000 دولار. تعالي تعالي تعالي. حلو هذه المغامرة وهذه الأجواء الحلوة، وإن شاء الله يا ربي دائما مستانسين. ألف مبروك، 5000 دولار بالكريدت كارد، مغامرة حلوة وراحت إلى جدة. أنا يعني خايف عليهم الحين لا يصير فيها شيء البنية. 5000 دولار بالعافية عليك وتستاهل، وتحياتي لكم. أرسل كلمة ديل وادخل معنا سحب على فيلا باكر، راح يكون السحب عليها من المجموعة الدولية للمشاريع العقارية. فيلا وايد حلوة في منتجع دريم فارمز في مصر، يعني شغل عدل. وعلى فكرة راح ياخذونكم ويطرشونكم هناك وتقعد 3 أيام تشوف فيلتك وهذا وترجع. ألو زينب من الكويت. زينب معانا؟ خصمنا 50 دينار لحد ما توصل زينب.
راحت زينب وان شاء الله يا ربي تدخل معنا بعد شوي، بس يا ريت تقصرون التلفزيون وتسمعونا بالتليفون. وعلى فكره مثل ما قلت لكم المعاملات اللي اخدمكم فيها هي ثلاث، عندك الكريدت كارد قيمتها لا تقل عن 5000 دولار، هي 5000 ولكن ممكن تقل بالمفاصل ما بيني وبينكم، وعندك الشيكات فيها قيمتها 3000 دولار، اما الكاش هي 2000 دولار. الو جديد، منو؟ منى من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منى هلا، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. الاتصال اول 5000 دولار. احنا اليوم شاقين المخبه، ايش تبين؟ ايش تامرين؟ ابي بعد نفسه ب 5000. تبي نفسها؟ تبي نفسها؟ ايه. كفو، هذا التحدي. اي منطقه انتو؟ الجهره. نعم؟ الجهره. قبل لا ندخل على الكريدت كارد خل اعطيك السؤال عشان ادخلك مره واحده على يلا. إن ماشي شاء الله. بس ركزي ان شاء الله. منى تحياتي لاهل الجهره كلهم قاعد يتابعونا. السؤال يقول تفرز الغده الدرقيه هرمون، شو يسمونه هذا؟ شو يسمونه؟ الانسولين او الثيروكسين او التستيرون؟ التستيرون. التستيرون اللي هو التستيرون يعني. الثاني ديل الثيروكسين. ايه قلتي ديل؟ ساعدني نواف. ذكرين باسمك؟ منى. منى قلتي ديل انتي؟ ليش ما قلت ديل؟ قلتي ديل، طلعت منك للاسف، ثبتها نايف. للاسف اعتذر منك، كان المفروض انك ما تنطقين الكلمه. لان فوق الكنترول مبرمج. ما قلت انا ما قلت. بس يعني طلعت الكلمه ما طلعت منك؟ لا ما قلت. ما طلعت منك؟ لا. ما قلتي انا ما راح اقول ديل او قلت يعني بس انت يعني ما تبي تفوزين الظاهر. لا لا بفوز بفوز. خلاص عيل جابتك صح ودخلتي. ابوي انت تعالي. حياك الله عميلتنا الكريمه. شنو؟ بس خلاص. ايه جاهزه؟ خلاص زين. خلت تفوزين الحين وان شاء الله يا ربي يستانسون اكثر. عندك ثلاث معاملات، تبي الكريدت كارد فيها 5000 دولار. اما الشيكات 3000، اما الكاش 2000. لا كريدت كارد. حلو حلو التحدي. اهل الجهره اهل التحدي على فكره. وعندك من واحد للاربعه. اربعه. عندكم احد من اهل القناص؟ اذا عندكم شوزن للبيع ولا هذا. يلا ابوي يلا. الرقم اللي حاطيك اياه هو 7 3 1. يبقى رقم يبقى 7 3 1. وقصر التلفزيون واسمعينا من التليفون. أنا مقصرتها. خمسة. يلا. خمسة. خمسة؟ إيه. ديل. ديل. أعتذر منك، ما تبين مساعدة حتى. مبروك 5000 دولار كاش. لا شاقين المخبى اليوم. أعطوني من هذيلة، أعطوني. ابوي تعالي شوفي شوفي اللي يبي يربح الحين. راحت حق الجاره 5000. منى اي نعم. بتعطين العيال ليمك واخوانك؟ اي بعطيهم عيالي. عيالي بعطيهم. ربي يخليهم لك ان شاء الله وتسافرين بالمبلغ، ترى مبلغ زوين وحلو 5000 دولار بالعافيه عليك. شاركوا وتواصلوا ودزوا مسجات. ارسل ديل الحين وادخل معنا، اسرع واحد راح يرسل ديل الحين راح ناخذه معنا. بنعطيكم فاصل وبعد انت فاصل. حياكم الله، رجعت لكم من جديد وتواصل معاكم في بنك ديل. وين ما كنتوا تتابعونا تتواصلون معنا حياكم الله في هذا البنك اللي من خلاله ان شاء الله نحقق بعض احلامكم.
او بعض الاشياء اللي تحبونها. عندنا كاش وعندنا جوائز قيمه موجوده بالاضافه للفيلا الموجوده، وعندنا اكيد باكر راح يكون عندنا سحب على فيلا. واذكركم مره ثانيه وثالثه ورابعه، اعطيناكم وقت كان المفروض اليوم قلنا باكر، الناس قالوا اعطونا فرصه، نعطيكم فرصه تدزون اكثر وتكون فرصتك اكبر للربح. وعندنا صك التبادل اللي موجود من منتجع شرم لاغون، من طبعا حلول للحلول العقاريه طبعا عندنا، وشركه مميزه جدا قدمت لنا هذا الصك بقيمه 3000 دينار. احب اقول شغله بالنسبه للكريدت كارد، يمكن تسالون ليش الكريدت كارد 5000، ليش الشيكات 3000، ليش الكاش 2000. الكريدت كارد لان عندنا من 0 ل 9، يعني اتخيل هي صعبه بس ما شاء الله ما قاعد اشوفها صعبه، 10 احتمالات فيها يعني، وهي صعبه بالنسبه بس انا ما اشوفها صعبه. الشيكات عندنا 5 احتمالات فيها، اما الكاش 3 احتمالات، عشان كذي هذه الفرق ما بين قيمه وقيمه. اعطونا الو. الو. ايات من البصره. هاي صوت مو ايات، ايات انت. ايات. هلا منو معاي؟ انا اخوه مرتضى. هلا فيك، شلونك؟ طال عمرك. مرتضى اخوه. هلا بيك عيني. هلا الحمد لله، الله يسلمك، شلونك؟ مرتضى جاهز عيني؟ هلا جاهز؟ جاهز. اريدك تفوز بمبلغ، ماشي؟ جاهز. يلا حبيبي تعال معايا. ناصر أرد أفوز بالمسابقة، الله يخلي أمك. ويخلي أمك إن شاء الله. حاضر طول لي عمرك. أين توفى، السؤال يقول أين توفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ببيت عائشة رضي الله عنها، أم في المسجد، أم في الكعبة؟ ساعدني نواف، ساعدني والله. يعني شنو اساعدك، هو يمكن في اخر لحظات حياته كان يقول الصلاه والصلاه وما ملكت ايمانكم. وركز بيت عائشه. ديل قصر التلفزيون هذا، انت بروح تصلي. اجابتك صح وتستاهل، دخلت ويانا عميلنا. شنو المعامله اللي تحب اني اخدمك فيها؟ مشكور نواف. عيوني إلك، تعال هسه. حلوة حلوة. لا يقلدونا بعد، يلا. زين شنو تبون؟ يلا آمر. والله ما دا أسمع. كريدت كارد عندك 1 و2 و3، ركز. 1 و2 و3، يلا. 2 2 2. يلا يلا. الكرت هو لون بلون الاسود، ولكن ان شاء الله حظك يكون ابيض. الرقم هو 3 7 2. عطني الرقم الرابع من 0 ل 9. بسم الله. وطي التلفزيون، اروح لك فدوه. وطي التلفزيون. حباب قاعد تسولف. أربعة. ديل بعد. ديل صوتها بعيد. ديل. الرقم الصحيح مو هذا اللي حطيته للأسف، أنا أعتذر منك. الرقم هو 3 7 2 9. تعال معاي خلنا نعطيك جائزة. ولا يهمك، تعال معاي. من 1 ل 8 اختار رقم بسرعة. من 1 ل 8. يلا خطابة. يلا 8. يلا عاد والله في خطابة مسوية تنزيلات، خلنا نشوف رقمها واعطيك اياه، مو مشكلة. الجائزة هي هاي 50 وهاي 50 100 وهاي 200 وهاي 300 وهاي 50 350. حياك الله، شاركوا وتواصلوا ودزوا مسجات. خلينا نوريكم الفيلا، ورونا الفيلا يبا. كل واحد دز مسج لو صغير يدخل معنا السحب على هالفيلا الحلوة. يعني السطح بصراحة حلو، أنا عاجبني السطح وايد حلو ومطل على مناظر جميله. وعلى فكره هو منتجع كامل، ممكن تكون انت واسرتك تاخذ لك هناك، تربح الجائزه عندنا
واهلك ياخذون حوالينك بالمكان نفسه وشيء جميل جدا. تروح مصر وتستانس. اعطونا يبا زينب من الكويت. زينب السلام عليكم. عليكم السلام. زينب مساح خصمت 50 على غيابك، الحين 150 راحت بعد. يلا هلا فيك زينب، شلونك؟ الله يسلمك. اي طول عمرك. نايمه ولا شنو اللبن مثل؟ لا قاعده والله. انت بخير ولا تمام؟ الحمد لله والله بخير. بخير الحمد لله. جاهزه؟ ايه الحمد لله. عندك على السؤال؟ يلا أكيد. يلا بسم الله. بس ساعدنا عاد. انا تدرين فيني، اللي تابعني يعرف ان نوع بيساعد. يلا ما دام تدري ليش تقولين؟ يلا يلا. السؤال يقول كيف يحدد الخفاش موقع فريسته؟ نفس المغازلتي يعني. الصدى كله بالنظر ولا بالشم؟ النظر. المغازلتي مو كذي. ها؟ لا يسمع عن المكان بعدين يروح له. الصدى. ديل. اوكي ديل. ديل. واجابتك للاسف انت قلتي الاجابه الصحيحه وانا حبيت العب اعصابك بس انت تسرعتي وقلتي الاجابه. المغازل شلون يغازل؟ بالنظر. عاد قلت لك انا يعني معقوله احد يشوف الصدى؟ انا اسف بس انت دخلتي معانا ومبروك. تعالي حياك الله. يلا اوكي. يلا ابوي عندك ثلاث معاملات، عندك كريدت كارد بعد ما يحتاج اقول لك انت عرفتي. تشيك. حلو حلو التنويع، حلو التنويع. تبين واحد لخمسة. أوكي. من واحد لخمسة. يا رب يلا أنت اختار لي. تبينهم كلهم أعطيك إياهم؟ لا تسلم والله واحد. أنا حاضر يلا. واحد. يلا اختار لي أنت، اختار لي. اختار لك أنا. إن شاء الله يا رب. إيه. ثلاثة أبوي. حاضر. يلا. حاضر. اللي موجود بالشيك المبلغ هو 1000 أو 1100. 1300 2000 أو 2500. يا رب. قاعد تقرين المعوذات؟ اي والله كنت اكتب. يلا زين يلا اوكي. 1300 ديل. ديل. يلا شاي انت شوي. ديل. شايك. ديل. يلا ديل. اسمك الكريم لو سمحتي. زينب. زينب شنو؟ زينب الشمري. زينب الشمري. ونعم فيك وبالشمامره كلهم اللي قاعد يتابعونا. وبس خلاص 1300 فايزه صح؟ تسلم تسلم شكرا ما قصرت. كذي مستانسه؟ ايه لان خير الامور اوصلتوها. كذي مستانسه؟ تسلم الله ينورك. الله يسلمك، يطول عمرك وحياك الله. و1300 دولار راحت الى زينب الشمري. واعطونا اتصال ثاني. الو. اليوم شاقين المخبز. شيخة من سوريا. نعم. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ كيفك يا حجة؟ كيفك انت؟ اهلين امي، كيفك؟ الله يرضى عليك. تعبت الصراحة. يرضى عليك ان شاء الله. يرضى عليك. كفات الكبسة. جاهزة؟ جاهزة. ايه جاهزة. ايه. ام شو بناديكي؟ ام تديري ام عدنان. ام عباس؟ أم عدنان. أم عدنان آسف. ماشي أم عدنان. حاضر. نعم نعم نعم. أم عدنان. نعم. السؤال يقول من الذي قتل الخليفة المستعصم بالله؟ هل هم الفرس؟ الفرس. لحظة. الفرس أم التتار أم الروم؟ الفرس. الاختيارات أمامك، الفرس التتار الروم. شو يا معدنان؟ شو؟ اثنين خسارة. ديل. ديل. ديل ودخلتي معانا يا معدنان حياك الله. ماشي يا معدنان ماشي. ماشي 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 ان شاء الله. شو تختار يا معدنان؟ كارت. كاش. كارت. خلاص. زين. خلاص زين والله. الكارت. الكارت مو الكاش. بس يا ريت توخرين التليفون شويه يعني على اساس اسمع بصوت عالي يعني عارفه؟ يلا. واحد ام ثلاثة؟ واحد. الله واحد. يلا. جولد. واحد. الرقم هو 6 5 2. وباء
قي رقم واحد عليك. 6 5 2 اعطيني رقم، ما في مساعدة الحين، اعطيني رقم بس اول شيء خل يعني. 4 4 اي ديل ديل. مبروك. بس هذا صوت مو مبروك. مش مبروك. الرقم الصحيح هو 6 5 2 2 كان الرقم الصحيح. يلا حياك الله ودخلتي معنا على صناديق التغذية، لا تزعلين. يلا يا معدنان. نعم نعم. من 1 ل7 اختاري. 4 4 ولا يهمك. حاضر نعطيك 4 ان شاء الله ما يقعد يسمع. ولا يهمك يا معدنان. من وين؟ من سوريا. من دمشق. لك اهلين و100 اهلين. و100 اهلا وسهلا في الكويت. الله يسلمك. 100 200 300 دولار كاش الك، خديهم. شكرا هات. شكرا لك، حياك الله. تحياتي لمعدنان اللي قاعد تابعنا، تحياتي الوطن العربي، نبي اتصالات اكبر ونبي نشوف مشاركات اكثر اليوم. الحين اللي راح يدز اسرع مسج الحين ناخذه، لا تقول لي قاعد يدزون وايد، لا اسرع مسج، لو مسج واحد احنا قاعد ناخذ. امس كان معانا من فلسطين اسرع متصل دز مسج وكان في دقيقتين. الحين خل نشوف عندك الفاصل، يعني الحين طلع تلفونك اكتب ديل ودز. فاصل وبعد نواصل. احلى تحيه واحلى صباح مجددا لكم مشاهدينا الكرام، وين ما كنتوا تتابعونا في الوطن العربي وخارج الوطن العربي. تبي تشارك تتواصل معنا ترسل كلمه ديل بس، يعني انا استغرب الحين. انت اللي قاعد تتابع لازم تطلع تليفونك من جيبك وترسل، وين ما كنت قاعد تتابعنا، في الصعيد، في سوريا، في لبنان، في الكويت، ترسل الحين وتتواصل معنا وفارق طيب. وعندنا باكر اخر موعد حق السحب على الفيلا الاولى اللي موجوده معانا من المجموعه الدوليه للمشاريع العقاريه. فيلا وايد حلوه، المنظر حلو، وهو منتجع كامل، يعني مو فيلا مثلا بنص الصحراء، لا انت بفيلا في مكان مزروع تفاح وتقدر انت تستخدم المكان اللي عندك حوالينك. بصراحه منوين على الفيلا احنا. اعطونا اتصال خلينا نفوز الناس. الو 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 الو. صباح الخير. صباح النور. يا صباح الورد. منو معاي ومن وين؟ معاك ريم محمد الكويت. اليوم ما شاء الله اتصالات الكويت وايد اليوم عندنا. نواف هلا فيك. الله عليك موفق. شكرا لك. ما شاء الله تقديم وكاريزما والستايل ما شاء الله عليك، بسرعه طلعت وبسرعه طلعت. لا اله الا الله. عسى بس ما يحسدونك العزال. يطول لي عمرك، مشكوره ما قصرتي. تبي ندخل؟ تعال خلينا ندخل على سؤال ونفوزك. جاهزه؟ جاهزه. يلا ريم. من الكويت عدل؟ عدل. يلا ابوي. السؤال شو السؤال؟ يلا. كم فترة يوجد في الشوط الواحد في كرة السلة؟ هم فترتين ولا ثلاث فترات ولا فترة واحدة؟ نقول 3 نواف. يعني يا بخت من وفق سعيد بسعيدة، يعني سنتين. ديل ديل ديل. هذه سرعة البديهة، هذا اللي احنا نبيه. ودخلتي معنا يا ريم، حياك الله ابوي. الله يحييك. هلا عميلتنا الكريمة، حياك الله. شنو المعاملة تحبين اخدمك فيها؟ كاش نواف. كاش؟ كاش. هني الربح الأكيد، يعني داش على الربح الأكيد. بالعيال موجود؟ طبعا. بالعيال موجود؟ موجود موجود بالعيال. جاهز؟ جاهز. يلا. زين زين. يلا زين. زين أمير. عندك معرس ليش ما تقول؟ تعالي بابا شيخ ناخذ الكاش. يلا. 1 2 3 4 2 2
ركزي معاي. أنا أخذ الصندوق. اللي عندنا من فئة $20. يلا. بدون حسبة تبيهم؟ حاضر. يلا. من فئة الدولار نواف؟ لحظة، هم من فئة $20. 20. هل هم 1500؟ 1600؟ 1700. ثلاث اختيارات حلوين. هو على فكرة احتمال من الثلاثة، يعني ما راح يروح بعيد. 1700. هذا المعرس حق بنتي ولا منو؟ صغيرة. حق بنتك. إيه. زين. يلا. حلو عاد. يهب بالعسل. ركزي. 1700 ديل. ديل. 1700. خلينا نشوف. 1700. 1700. ريم. أنا. انت ما طلبتي مساعده؟ نواف ساعدني بروحك. ساعدني. راح الوقت. 1680 ورقه، حرام عليك. بس ما عليه، تدخلي معانا على السحب، او عفوا انت دخلتي السحب ودخلتي معانا على جواز الترضيه من 1 لـ 8 ما عدا 4 و8. ها خلنا ناخذ 5. ضيقت خلق قالتها انت. يلا لا تهونون عن العروس. طيب اسمع صوتك نواف، طيب اسمع صوتك. الله يسلمك. بس مو تهونون عن المعرس. نبي. لا ما تهون. عنده فلوس، عنده شيء. حلالكم. الله يسلمك. لا حياك الله. نجيب لك اياها بعبايتها. حاضر. مع انه ما تلبس عبايه. يلا. يبا. المبلغ هو هذه 100 زين؟ اوكي. هذه حق ابو العيال. انزين. هذه 200. اوكي. هذه 300. زين؟ ال 300 الأولى عشان أبو العيال يتزوج مرة ثانية. 300 دولار نواف على قسم 6000 دولار يتزوج فيهم. هذه أنت راضية يتزوج؟ لا مالك، احنا نقول يتزوج، آخذهم ما يتزوج. يلا 500 دولار كاش. ما قصرت يا حلوين؟ حلوين. يلا حياك الله، ويخلي لك أبو العيال والولد صغيرون. إن شاء الله. الله يسلمك. أبوي أنت حياك الله وتحياتي لك. شاركوا وتواصلوا ودزوا مسجات. ناس وايد شافوني قال نواف ما قاعد يعني ما اشوف من الكويت، اليوم اللي اتصلت ما شاء الله من الكويت موجوده. اسرع واحد راح يدز مسج الحين راح ناخذه معانا. اعطوني الو جديد. الو. الو. الو نعم، منو معي؟ الو. الو عفوا، منو معي؟ كارين من مصر. مين؟ كارين من القاهره. كارين من القاهره، اهلا فيك وباهل القاهره. زي مصر، وطي التلفزيون شوية. تمام الحمد لله. والنبي توطي التلفزيون شوية. حاضر نواف. ماشي يا كبيرة، تعالي معايا. يلا. يلا. السؤال بيقول ما مقدار وزن الرأس بالنسبة للجسم؟ في جسم الإنسان طبعا. أنا عايز مساعدتك نواف. ماشي يا كبيرة. هل هي 7%؟ 10% أم 5%؟ أنت رأيك إيه؟ إحنا في الرأي والرأي رأيك. يعني قولي لي قولي لي بتفكري في الإيه، يعني في إيه بالضبط؟ هي في المية على فكرة يعني. هي 10؟ يعني أنت اختاري إجابة وركزي شوية. 7%. ديل. ديل. وإجابتك صحيحة يا كبيرة، صحيحة. نسيت أنت تعبانة ولا حاجة؟ عندي شوية برد. ما تشوفيش وحش. أنا حسبت فيك مراتزم ولا حاجة. يلا. لا بعيد الشر عنك وعلى المشاهدين. كريدت كارد، كاش الربح الأكيد، أم الشيكات؟ نعم. في مساعدة في الكريدت كارد. والله هو الرقم من 0 لـ 9 وربنا هو المعين. لا انا بتفرج عليك، بيبقى فيه بنفس المبلغ وبتساعدني. والله انا اساعد على احيان، بس انت شنو التمرين فيه انا حاضر معك. تبين الربح الاكيد على الكاش ام تبين الشيكات ام الكريدت كارد؟ وعلى فكره الخساره ممنوعه، يعني ما تطلعين خسرانه. يلا انت تختار لي ايه؟ طيب انت تختار انا ادخل في ايه؟ انا مش عارفه. ما تيجي تقدمي وانا اختار واخذ الفلوس. يلا اختاري. يعني انا بسالك، هو الكريدت ما فيهوش مساعده منك؟
يعني هو كله ما فيش مساعدة، بس أنا بلمح ساعات يعني. طيب يعني انت هتلم... لأن روحك كريدت وتلمحني؟ والله انت اختاري، اختاري الحين يلا. ماشي اوكي نواف. ايه كريدت؟ هو ده التحدي من القاهرة جاينا. ماشي. بس انا هستنى مساعدتك برضه. يلا ماشي. ركزي معاي. الرقم هو 416. يلا. وين العربي؟ 416. اعطيني رقم. طب ما انا عايزك انت اللي تختار. نقسمهم بالنص. ماشي. لا زين. اعطيني رقم. مش عارفه نور. يعني انت قلت لي يعني انا بتفرج عليك بيبقى فيه بنقص $500 وبتقول لي اساعد. حاضر اساعدك بس اختاري رقم الحين. انت قلت لي كام الرقم؟ الرقم اللي عندنا 416. تأخرتي طلعت الكرت. يلا ده خصم 200 فلس. يلا اثنين. طيب بس انا عايزه مساعدتك اما نقول زين. طيب ماشي اشيل من المبلغ $1,000 واساعدك. ماشي اوكي. وممكن تكون اجابتك صح وانا يعني تحبين اساعدك. اوكي. لغية من المبلغ $1,000. رقم 2 هو خطأ. رقم آخر. ها اديني كمان. هو يعني هو كده مفيش مساعدة؟ لا أنا شلت $1,000 ماشي. والرقم اللي قلتيه غلط يعني، وهذه مساعدة. شلت رقم 2 من المكان. يلا بسرعة يعني. طيب عندك كمان أرقام من 0 إلى 9. رقم 2 الغي. يلا طب 9. 9 ماشي. تديني حاجة إذا الرقم صح؟ هتديني حاجة؟ هديك لو قلت لي إنه صح. 6 9 بس دي كده رشوة. اوعى تقولي غلط. والمبلغ مش مستاهل نرشيه. يلا. أعتذر منك. لا لا. يلا بس أنت ربحتي معانا على فكرة، يعني دخلتي معانا. شوفي الرقم كان فين؟ شوفي الرقم، شوفي. 8. واضح؟ يا حرام، لا حول الله يا رب. ماشي يا كبيرة، ما خسرتيش. ادخلي معانا على الجوائز الترضية دي وكده نكون خالصين. يلا اديني 1 3 7 2 6. ماشي ناخد 1 1. ماشي كلامك. ماشي وان شاء الله جايزة كويسة. يلا ده ما فيش فلوس هنا، ناخد غيره. ايه ده؟ في سرقة هنا. اختاري غير رقم 1. 4 4. لا 6 6 6 6. يلا 6. يلا 6. ماشي 6. لا في مبلغ 100 200 300 400 500. كافي ولا كمان؟ 600. اوكي نواف. 700. $700 كاش. ميرسي نواف. زعلانة لسه؟ لا لا ابدا. ميرسي نواف. عشان زعلك هاخد منك $200. يلا حياك الله. $700 بالعافية عليش. راح نعطيكم فاصل صغير وبعد نواصل.
حياكم الله، رجعت لكم الجديد. نتواصل معاكم في بنك ديل. طريقة المشاركة في هذا البرنامج انك ترسل كلمة ديل على الارقام الموجودة عند الشاشة، واكيد جسر التواصل ما بيني وبينكم هذه الارقام. ارسل اكثر عشان تكون فرصك للربح اكثر ودخولك معنا البرنامج والفيلا الحلوة وصك التبادل منتجع شرم لاغون بقيمة 3000 دينار كل يوم موجود عندنا كل يوم. ركزوا. ها الو. الو. ايوه يا هلا. منو؟ عفاف. نعم انا زوج عفاف. زين عفاف وين؟ عفاف والله راحت بيت اهلها. طالعه رايحه بيت اهلها؟ ايه مرضى. يلا يبا ما تشوف شر وبالسلامه ان شاء الله. تعطيني اسمك الكريم عشان تشارك بدالها باسمك. بشر فقر النخيلي. ونعم فيك المطيري وحياك الله. لا النخيلي بندر فقر النخيلي. ونعم فيك بالمطران والعائله اللي تقولها. انا مو واضح عندي صوت لانه في شويه خرخشه. ووطي التلفزيون وهو مو ناقص الصوت. يلا. المملكه العربيه السعوديه ولا من وين؟ من مكه من المملكه العربيه. هلا باهل الارض الطيبه ويا بختك. وادعي لنا. اللهم لك الحمد. وادعي حق نايف خلي يتزوج. يلا يلا بسم الله. السؤال يقول: ارسل الله تعالى صالح عليه السلام لبنو اسرائيل ام عاد ام ثمود؟ ركز بهذا السؤال اخوي الكريم. يلا. لبني عاد. ركز وانت من مكه. نبغى مساعدتك. انا عيوني لك. ركز. ثمود. ديل بس قول كلمة ديل وانت صح ودخلت معانا عميلنا الكريم. حياك الله. شنو تختار؟ عندك الكاش وعندك الشيكات وعندك ايضا كريدت كارد. شنو تحتاج؟ بسرعة. كاش شيكات كريدت كارد. كاش كريدت كارد. شيكات ولا كريدت كارد؟ ما اسمع. كريدت كارد. اوكي يلا يلا. 1 و4. اي رقم تبي امرني. واحد. الله واحد. ما شاء الله اليوم الناس تحب التحدي وان شاء الله يا رب يفوزون بهالمبالغ الحلوه. شق المخبة. يلا. 2 5 3 هو الرقم اللي موجود عندنا وعليك الرقم الرابع. 2 5 3. 2 5 3. 2 5 3 مو 3 5. عطني رقم اخوي. 6. ديل. اكيد نضغط. اكيد. قاعد تشوف التلفزيون الحين؟ نعم. خلينا نحط لك الرقم لان تاخرنا شوي بس ما يخالف. 2 5 3 وانت اخترت رقم 6 ولا يهمك. ركز معي. يلا ابوي. بسم الله. 2 5 3 وانت اخترت 6. ادخال. $5,000 كاش راحت الى المملكة العربية السعودية مكة. العشرينات. $5,000 والرقم الصحيح 6. حياك الله. البنك عندنا ما شاء الله رائع جدا والجوائز اللي عندنا موجوده وبالعافيه عليك. $5,000 احنا معاكم. وايضا البي كي ام اي موجود معانا جوائز قيمه جدا. حصادي عندهم بقيمه 7 ملايين. يعني عندهم سحب اسبوع وسحب شهري وسحب ربع سنوي. 7 ملايين يعني شغل عدل. والبنك عندنا ما راح يفلس موجود عندنا بيزات وايد. خلنا نسوي السحب ابوي. ايش رايكم نسوي السحب؟ اعطونا السحب ابوي. تملك صكوك تبادل شرم لاجون 7 أيام لمدة 25 عاما. أول مشروع من نوعه يلبي كافة احتياجات السياحة الأسرية. يعني مثل هالمنتجع وايد حلو ومميز جدا.
يعني يبعد عن شرم، يمكن شرم أولد شرم يمكن يبعد 25 كيلو، ومن المطار 15 كيلو، يعني شيء بسيط جدا، مكان وايد حلو تاخذ الأسرة وتروح هنا. خذكركم دزوا مسجات وباشر عندنا السحب، وعطونا اي بستوبي بعطونا عطونا خلينا نشوفه. ايوه من الأردن، من الأردن تحياتي لك يلي فزت معانا بصك تبادل بقيمة 3000 دينار من منتجع شرم لاغون، بالعافية عليك. شاركوا وتواصلوا ودزوا مسجات وفالكم طيب، باكر راح يكون عندنا سحب على الفيلا ان شاء الله، ويا بخت اللي راح تطلع له، وبالعافيه عليه. كثفوا مسجاتكم، دزوا مسجات من الحين، لا تتاخر، وانت قاعد تسحب دز لا تنام، دز مسجات وفالك طيب ان شاء الله. تحياتي لكم، الناس اللي فازت الف مبروك، الناس اللي ما حالف الحظ وخذيناها لا تحاتون، تو رمضان يعني بسم الله. راح ناخذكم ان شاء الله معانا وتكونون اكيد في بنك ديل، هذا البرنامج اللي تربحون من خلال الجوائز القيمة. الناس اللي دزت لا تحاتون، اللي دزيتون ان شاء الله باكر يا ربي، اللي ما خذته ان شاء الله يا ربي تطلع من حظك الفيلا. شارك تواصل دز مسجات، انا نواف القطان معاكم في بنك ديل على الراي، هذا المكالمة ان شاء الله من خلاله راح تربحون جوائز مثل ما قلت لكم. دزوا مسجات الوطن العربي كله، خارج الوطن العربي، اشوفكم على خير باكر بنفس الموعد في بنك ديل، واقول لكم مره ثانيه وثالثه ورابعه باكر الفيلا لا تاخر. ماشي، مع السلامه، اذا الله احيانا باكر. احلى تحيه واحلى صباحك كل مشاهدينا وين ما كانوا يتابعونا، حياكم الله معانا في حلقه جديده من برنامج بنك ديل، هذا البرنامج اللي ان شاء الله من خلاله تربحون جوائز قيمه. ومن يقول الزين ما يكمل حلاه، وكل شيء فيكم اكتمل، الله اللي كملكم والله اللي عطاكم، ما بقى للزين فيكم محل. حياكم الله مشاهدينا، هذه كلمات رائعه جدا لسمو الامير خالد الفيصل، احب يعني اقدمها لكم ان شاء الله تليق بمقامكم، فحياكم الله. اليوم حلقه السحب على الفيلا اللي راح تكون معانا ان شاء الله، اول فيلا راح نسوي سحب عليها، فاقول لكم من الان كثفوا اتصالاتكم واكيد مسجاتكم، اللي راح يرسل اكثر ان شاء الله راح تكون له الفرصه اكبر، واللي يرسل حتى لو مسج واحد ويكون يتابعنا ان شاء الله يا رب يكون حظه ايضا للدخول معانا الى السحب، والدخول معانا الى البرنامج، والدخول معانا الى طبعا اللعب معانا. والارقام موجوده على الشاشه على فكره، راح نسوي السحب ارقام كل الناس اللي دزت وشاركت معنا ما شاء الله، يعني الحمد لله يا ربي بوجودكم تكتمل هذه، يمكن يكتمل تميز هذه الحلقات، والفرصة موجودة ما زالت أمامكم. الشخص اللي يبي يتزوج ويدور بيت، اللي مو لاقي بيت، اللي يبي، هذه الفيلا موجودة عندك الحين ترسل. وعلى فكرة عندك فيلا الحين، وعندك فيلا بآخر الشهر، وعندنا أكيد السحب على صك تبادل بقيمة 3000 دينار كويتي من منتجع شرم لاغون، من طبعا شركة مربحات للحلول العقارية. أنا أقول نبلش البرنامج والأرقام قدامكم، خلي كل واحد يشوف رقمه. ألو بلش. سلام عليكم، صباح الورد حليمة. هلا أم سامر. نعم أم سامر. أم سالم. سامر سامر. أم سامي. سامر سامر، عفوا ما قاعد أسمع صوت، المنديل ارفع لنا شوي. أم سامر. نعم. يا صباح الورد. يا صباح الفل، يطول لي عمرك. الله يسلمك. صايمة ولا زي كل سنة؟ إن شاء الله. ها صايمة؟ إيه الحمد لله يا رب. الحمد لله رب العالمين. أختي بتشاركين؟ أنا أمك مخصوم. شلون شلون؟
انا امك عيوني لك انا عيوني لك كل شيء عيونك ان شاء الله كل الحريم الكبار امهات لي صراحه الله يخليك ان شاء الله ويطول عمرك وانا حاضر انا هني بخدمتكم اطول ان شاء الله فاعلني ها يلا جاهزه جاهزه يبا جاهزه انت بتفوزين ان شاء الله يا رب ان شاء الله وفالت ان شاء الله الفله فالت الفله اليوم تساعدني ها ابوي عيوني لك حاضر تعالي تسلم الله يخليك ان شاء الله السؤال يقول من مخترع التلسكوب العاكس جاليليو قصر التلفزيون لو سمحتي إيه ام ثامر التلفزيون جاليليو او نيوتن او اينشتاين ساعدني ساعدني يعني اعطيني شيء تفكرين فيه ما وانا حاضر عيوني لك يعني هي ساعدني سؤالك وايد صعب ليش هذا سهل وين سهل اعطيني شيء تفكرين فيه بس ثالث منو اخر شيء آخر شيء لا يما فكري عدل فكري عدل فكري عدل يعني هذا اول شيء اول شيء لا يما يما ولا شيء يما 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 اي راي اول شيء اول شيء اي اول يما اي راي ثاني شيء يلا قولي ديل قولي ديل 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 ثالث راح عليك الوقت يما حسافة حاولت أساعدك ولكن ما قدرت تدخلي معنا الإجابة هي الثانية نيوتن كانت الإجابة صحيحة أنا آسف بس ربحتي معنا 100 دولار وكان المفروض عيالك يعني أول بول يعطونك أنا عطيتك بس عيالك هم اللي خسروك عطونا اتصال جديد ألو خازن من ليبيريا خازم عفوا خازم من ليبيريا أهلا فيك لبناني في ليبيريا ليبيريا صباحك ورد ليبيريا اهلا فيك حياك الله خلينا اياك كيف ليبيريا حياك الله يا اخي كيف رمضان معاكم والله الحمد لله تمام يلا ان شاء الله يا ربي تتهنوا والله الحمد لله الجو بارد عندكم ولا حار في الوقت من السنه لا حار مش مثل الخليج اكيد مو مثل الكويت احنا قاعدين بشوايه يعني جاي بين لبنان وبين الخليج يلا يلا ان شاء الله يا ربي تنبسط وان شاء الله تفوز معنا اليوم جاهز جاهز عارف ان اليوم عندنا السحب على الفيلا؟ ايه عارف عارف تعال معي من اول برنامج حبيبي النور نورك وتعال معي وطي التلفزيون شوي اذا كنت رافع لان في مشكله هم بالصوت عندنا ماشي والله انا مش عم جا خل اعطيك السؤال خل اعطيك سؤال عند مرور القمر بين الشمس والارض يحدث الكسوف أو الخسوف أو لا يحدث شيء الكسوف ديل 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 عطيها يا نايف خلينا نشوف والإجابة صحيحة 100% الكسوف يحدث عميلنا الكريم من ليبيريا أهلا وسهلا شنو المعاملة تحب أن يخدمك فيها عطني بسرعة كاش كريدت كارد تشيكات شنو تبي آمر كريدت كارد كريدت كارد تعال معاي وبسم الله اختار من 1 إلى 5 عندك الأرقام الخمسة بسم الله الرقم اللي معاك هو 8 6 3 وعليك الرقم الرابع أخوي الكريم 8 6 3 ركز 8 6 3 والرقم اللي اخترته عفوا 6 ديل 6 ديل ديل ما يبي مساعده ديل عفوا الرقم غير صحيح كنت اتمنى تفوز معانا ولكن تعال معي وشوف الرقم اللي كان قريب جدا جدا شوفه 7 الرقم كان الصحيح كان 7 الرقم الصحيح اختار من الجواز الترضيه من 1 إلى 8 بسرعة اختار 5 ماشي 5 نختار لك رقم 5 ونشوف المبلغ اللي موجود عندنا هني ترى هذه كلها صناديق امانات مالت الناس راحت يلا 1 100 200 300 400 دولار كاش الى ليبيريا تستاهل حياك الله عميلنا الكريم وناخذ عميل ثاني ونشوف من وين الو هذه المشكلة ما يوطون تلفزيون ما يسمع لولوة نعم من وين؟ كويت لولوة وطي التلفزيون يا لولوة جزاك الله خير لولوة أم عمر لولوة
أم عمر لو توطين تلفزيون قبل لا يقصون الخط أبوي إن شاء الله ولا يهمك. يلا حياك الله يمه. هلا يمه. شلونك أم عمر؟ تمام الحمد لله. مبارك عليك ما بقى بشهر. وعلينا عليك. وفالك الفيلا إن شاء الله اليوم. تسلم حبيبي. جاهزة؟ إن شاء الله. تعالي أبوي تعالي خلنا أعطيك. السؤال يقول تمتص أشجار الصنوبر مواد ضارة بالجو مثل الأكسجين أو أكاسيد النيتروجين أو أكاسيد الهيدروجين. يمكن بي أكاسيد النيتروجين. ديل إن شاء الله. قولي ديل. ديل ديل. أم عمر عدل إن شاء الله. أنا أتأسف منك. موجودة؟ نعم. أتأسف منك. أنا آسف. نعم لا يبا تعالي دخلتي معنا فايزة يبا تعالي يبا. أم عمر نعم. عيوني لك شنو تختارين؟ عندنا ثلاث معاملات. آه اختاري شنو؟ عندنا كريدت كارت وعندنا تشيكات وعندنا كاش. تشيكات. تشيكات أبوي تعالي يلا أبوي عطونا من واحد لخمسة اختاري أم عمر يلا. والله اختار لي على ذلك. والله كلهم نفس الشيء وكل واحدة فيها بيزات. خلاص ايدك فيها البركة. نختار لك ها أربعة نعطيها أربعة نعطيها أربعة. يلا بوي. أم عمر. نعم بوي. معاك العيال؟ اي نعم. يساعدونك؟ إن شاء الله. الاختيارات هي ركزي معي 2000 2500 2600 2000 عفوا 800 3000 او 3500. اختاري رقم من هذيلة اللي اعطيتك اياهم الاختيارات ويمكن يكون هو الرقم الصحيح اللي موجود في التشيك. ناخذ 3000. ديل ان شاء الله. ديل تعطيني بس تعطيني الاسم. تعطيني الاسم الثلاثي. لولو صالح الضفيري. لولو صالح ظفيري. أبوي نعم. أنت قلتي 3000 وقلتي ديل. إن شاء الله. كنت أتمنى أعطيك الظرف بس للأسف. أم عمر نعم بوي. أنا آسف. يلا ما عليك إحنا عندنا صالة ديك ترضية بس أنا ما راح أعطيك الظرف راح أعطيك الشيك لأنه صح 3000 دولار. تسلم أبوي يعطيك العافية. أي طول لي عمرك حياك الله أبوي. كل عام وأنت بخير وبوس لريونه. وأنت بخير وين البيزات؟ السلام عليكم. الله يرزقنا إن شاء الله. حياك الله. شاركوا وتواصلوا ودزوا مسجات وعندنا سحب اليوم راح يكون معانا على الفيلا من المجموعة الدولية للمشاريع العقارية. اللي يدور بيت اللي يدور شاليه حلو هذا المكان هو مناسب جدا موجود وعندهم فيلا رائعة. بنعطيكم فاصل وبعد نتواصل. حياكم الله رجعت لكم من جديد متواصل معاكم في بنك ديل على الراي. هذا البرنامج اللي من خلاله ان شاء الله تربحون جوائز قيمه عندنا وعندنا كله كاش ولا زال السحب مستمر. يعني اخر الحلقه راح يكون عندنا السحب على الفيلا ان شاء الله ويا بختي اللي راح تطلع له. الناس اللي مدازين ومو موجودين في البيت اللي يعرف احد يدق عليه يقول له تابع الراي وتابع برنامج بنك ديل لان الحين راح يكون عندنا سحب على الفيلا الرائعه في اخر الحلقه. فدزوا مسجاتكم لا زال الوقت موجود معاكم ان شاء الله وفالكم طيب. والفيلا نوريكم الفيلا يلا. يا سلام يا سلام يلا نصيب منه هذه ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا ربي ياخذها اللي يرسل ويكون معانا اكثر. واذا طلعت للفيلا اذا يسمح لي احط خيمه بس برا ويعني على اساس مخيم نسويها. شاركوا تواصلوا ودزوا مسجات يعني وتستضيف فريق البرنامج
وما راح يثقلونه يا بخت من زار وخفف، يعني يقعد شهرين ثلاثة أشهر بس مو أكثر. عطونا من معانا عبد الحسين أبو حيدر من إيران، شتوري دلم؟ ألو ألو شتوري؟ الحمد لله. أحوال شما؟ شلونك نواف؟ عزيزم والله مشتاقي لك يا نواف. أنا مشتاق، أنا مشتاق لكم حبيبي. شو أخبارك؟ تمام؟ الحمد لله الحمد لله. مانديلا مي خوك بوت تسولز ايش بكون؟ امرني نواف قبل لا تبدي قول. عندي بيت ابو ذيه لك. الله ابو ذيه عطني عطني. وحق طه نبي الرحمه ويحيى، يموت القلب من حبك ويحيى ويحيى، لميس تروح لك فدوه ويحيى ولفترك يا لعيونك هدية. حبيبي ما قصرت ويسلم هالصوت وهالكلام الحلو ما قصرت. دش على السؤال خلنا نفوزك دش. حلو وصلت إيران حلو نواف حلو. يلا يلا أبوي يلا. السؤال يقول من الذي ابتدع وضع لوحات أرقام السيارات؟ الفرنسي هل هو الفرنسي جايتون، الأمريكي جورج، ولا الانجليزي ادوارد؟ ماكو ولا واحد عربي مسوي شيء، حتى ارقام سيارات ما سويناها. والله ما يلا يمكن اتصور الانجليزي، يعني اتصور الانجليزي. شو تقول انت؟ والله انت اختار اجابه، يعني اختار اجابه. اتصور الانجليزي او فرنسي، خلينا نقول فرنسي. كنا فرنسي ديل، كنا فرنسي ديل 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 فرنسي ديل. عطنا اياها وخوبه خوبه خوبه دلم. اجابتك صح. شاكرتم حبيبي تعال بيهو يلا. لا اقول يلا وياك. لا نبي حلوه نواف بالايرانيه باللهجه الفارسيه، ما نبيها بال يلا. يردون بالفارسي بالفارسي يلا. خوبه خوبه نواف خوبه يلا حلو. يلا مساعدتك ترى هذا الشعب كله يستحوه. الحمد لله. يلا ابوي عندك كريدت كارد عيوني عندك كريدت كارد وعندك كاش وعندك الشيكات. الكريدت كارد كريدت كارد حاضر. عندك من واحد لأربعة اختار. الكريدت كارد حبيبي من واحد لأربعة اختار. اختار الله واحد واحد واحد. الله واحد ابوي واحد واحد واحد. الرقم اللي عندك هو 9 5 3. انا بساعدك بس 9 5 3 اختار رقم بسرعه. انا اقول 6 6 ديل. انت شو تقول؟ ديل ديل ديل. للاسف للاسف صح. خوبة خوبة صح. ألف مبروك. $5,000 كاش هذا الرقم. لا لا خوبة خوبة أحسن. نبي خوبة ما ينفع حلوة. بالعافية عليك $5,000 وتستاهلها. وتحياتي لك وللأسرة الكريمة اللي موجودين معاك وكل من يتابعنا من بلاد فارس. شاركوا وتواصلوا ودزوا مسجات. اليوم عندنا سحب على الفيلا لا تضيعونها. أهل المملكة العربية السعودية نوروا. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منو معاي؟ مبارك. الله يسلمك. أنت بخير ولا زينة؟ بخير الحمد لله. مو زينة؟ الحمد لله. زينة ولا بخير؟ بخير. يعني مو زينة أنت؟ ولا في فرق بينهم؟ لا ما في فرق. ما في فرق. أنت زينة وبخير حياك الله. وصايمة ولا زي كل سنة؟ لا صايمة. أكيد مو زي كل سنة؟ لا أكيد. أنا زي كل سنة. براحتك. يعني صايم زي كل سنة. الاسم الكريم؟ هيا. هيا من وين من المملكة؟ من الدمام. أهلا فيك وبأهل الدمام. تعالي معي أبوي على السؤال وخلنا نفوزك. تعالي يلا. السؤال يقول ما اسم الملكان اللذان يسألان العبد بالقبر؟ هل هما رقيب وعتيد، منكر ونكير، ولا إسرافيل وميكائيل؟ دي منكر ونكير. ديل ديل. أحد قاعد يساعدك؟
ايه الاهل. واثقين من اجابتهم؟ للاسف. وطي وطي التلفزيون. وطي. ايوه منكر ونكير ونقول لك صح اجابتك، دخلتي معنا البرنامج. اهلا بعميلتنا من الدمام. هيا. ايوه شنو تختارين؟ عندك كريدت كارد وكاش وشيكات؟ امري كريدت. حلو حلو. $5,000 الناس تبي التحدي اليوم. اثنين وثلاثة وأربعة. أربعة. بسم الله. وطي التلفزيون عدل عشان أسمعك عدل وركزي. الرقم اللي عندنا هو 923. اثنين ثلاثة. اختاري وأنا معك. ثمانية. ديل. 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 للأسف الرقم الصحيح مو هذا. زين هو ساعدني. بعد ما خلصنا قلتي لي ساعدني. الوالدة قاعد تقول لك قولي لها ساعدني وانت ما قلتي. للأسف كنت أتمنى أساعدك. وشوفي الرقم وينه. شوفي شوفي. واحد. أنا أدري إن كانوا الأهل يفكرون بالرقم. أدري. منديل عطنا الصوت الخطأ بس. تعالي معانا. عندك من واحد ل 8 ما عدا 5. اختاري. ما تسمعين كلام الأهل للحين؟ ما تسمعين؟ يقولوا لك 7 تقولين 4 كيفك؟ يلا 4 4 4 4 كيفك؟ أنت مصرة على الأربعة كيفك؟ يلا ما في جائزة. اللي ما يطيع ينام مبكر. يلا 50 و50. هذه 100. حلو. وهذه 200. وهذه 300. وهذه 50. 350 بالعافية عليك. ردي على التليفون يمكن في إجابة صح. حياك الله أبوي. تحياتي لأهل المملكة العربية السعودية. تحياتي لأهل الرياض وجدة والمناطق اللي موجودة في المملكة. المناطق الباردة وينهم؟ أبها والطائف وين؟ نبي اتصالات الحين، نبي نشوف مشاركات. وعندنا منو من الكويت؟ الو الهام من الكويت. الو 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 الو. السلام عليكم. انا اسف. ولدها وياك. ولدها انا. الوالده حجيه. انا ولدها. ولدها يخليها لك ابوي. خليك ان شاء الله. يطول لي عمرك. اسمك ابوي؟ محمد. وياك محمد؟ اي نعم. ابو جاسم. هلا هلا. جاهز ابوي؟ جاهز. يبا جاهز. تبي تفوز؟ ان شاء الله. فالك الفيلا ابوي اليوم ان شاء الله. الله يسمع منك. وان شاء الله يا ربي تطلع لك. وان شاء الله حق الحجيه بعد. ان شاء الله يا رب. الله يسمع منك. بس تعزمنا عاد ولا ايش؟ حاضرين. يبقى انت اول واحد. انا اجر منك اسبوع. تعال 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 ابوي. يقول السؤال يسمى سطح الشمس، شو يسمونه سطح الشمس؟ الفوسفوريك او القشره او الفوتوسفير؟ القشره. ها؟ بي. نعم؟ بي. ساعدني. سطح الشمس يبغى. مو سطح. مو راس. لولا. شو اسوي فيك؟ الأخيرة سي. ديل. فوتوسفير. ديل. ذبحتني. فوتوسفير صح؟ ديل. خلاص صح. فوتوسفير صح. تسلم. دخلت معانا أبوي. تسلم. مستانس كذي؟ حدي. كذي؟ ها؟ كذي مستانس؟ اي مستانس. متزوج؟ اي نعم. يا بختك. تعال وي. تبي كريدت كارد ولا كاش ولا تشيكات؟ لا كاش. كاش. تعطي المرة شيء ولا ما تعطي؟ لا شيء اكيد اعطيها لازم. وامك؟ امك؟ امي لازم اعطيها. امك هذه؟ حاضر. حلوة اللبن هذه ما يصير. الفلوس كلها لها. اكيد. اكيد. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة. اثنين. اثنين. عارف طريقتها ابوي عدل؟ اي نعم. راح اوريك المبلغ، هو من فئه ال $100 واعطيك ثلاث اختيارات عليه. انا بفرد لك اياه اول شيء. هل هو 1400 ولا 1600 ولا 1700؟ معطينك شيء يعني. ومن $100 على فكره. ها ها شم ريحتهم قرب. بيزات. 1600. هذا 1700. تقول له ساعدني. ساعدني. 1600 بس ساعدني. انت تسمع الكلام المره ولا ما تسمع كلام المره؟ ما اسمع. اسمع كلام المره. 1700.
زين ابوي. انت قلت 1700؟ بس ساعدني. ديل ولا مو ديل؟ انا ما ادري الاجابه. 1700 ديل بس ساعدني. انت قلت 1600 و1700. انا ما ادري شنو الاجابه. نايف قول لي يبا. 1700. 1700 ديل؟ ديل ديل ديل. تبي اساعدك ولا ما اساعدك؟ لا ساعدني. بس انت قلت ديل الحين. اتفاصل وياك ما في شيء. خلاص. الحين تبي اساعدك؟ اي نعم. يمكن ما تحتاج مساعده. خلاص مو مشكله. اوكي. يلا ابوي. يلا. بس للاسف. للاسف لما نسمع يعني انت سمعت كلام المره. انت قلت 1006 وضيعت عليك. شنو؟ لحظة يبا. $1,700 صح؟ تسلم ما تقصر. تسلم ترى حق المرة مو لك ولا لحظة. أكيد حق الوالدة يبا. حق الوالدة. عط الوالدة بعدين وعط المرة. إن شاء الله. وأنت استانس بس. يلا أبوي. يبا عطونا فاصل وبعدين فاصل. حياكم الله من جديد. رجعت لكم متواصل معاكم في بنك ديل. مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا تتابعونا انا نواف القطان معاكم. تقدرون ترسلون وتشاركون معنا على الارقام الموجوده على الشاشه. هي جسر التواصل ما بيني وبينكم. وقاعد اقول لكم السحب العد التنازلي بدا على السحب على الفيلا الاولى اللي موجوده معانا. واقول لكم الحين كلفوا مسجاتكم دزوا مسجات اكثر. اللي يرسل اكثر الحين كل الفرصه اكبر. واللي راح يرسل اسرع راح يدخل معنا السحب ويدخل معنا ان شاء الله البرنامج ويفوز بجوائز قيمه. اعطونا الو. والارقام موجوده على فكره قدامكم. اعطونا الو جديد. فاضل من الأردن. مرحبا نواف. يا أهلين بفاضل. اسمح لي أول شيء أهنيك على الحضور القوي والبرنامج الرائع. شكرا. وقناة الراي كل برامجها الحلوة. شكرا على الكلام الحلو بس ما راح أساعدك. شكرا والله. بس سمع صوتك والمشاركة حبيبي وصدقا أول برنامج بشارك فيه. الحمد لله يا ربي. وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم ودائما تكونوا مبسوطين. وإن شاء الله إحنا نحرص أن الأسرة تكون كلها موجودة ومتواصلة مع بعض وتتابع هذا البرنامج. نعم. شكرا لك وتعال معي. تحياتي لأهل الأردن حبيبي. شكرا لك. العدسة المحدبة تكون سميكة من الأطراف كلها. عفوا تكون سميكة من الأطراف أو كلها سميكة أو من الوسط؟ من الوسط. من الوسط؟ نعم. من الوسط ديل؟ ديل. يا سلام عليك. وأهل الأردن ما شاء الله يعني ما شاء الله تستاهلون. وإجابتك صحيحة 100%. حياك الله عميلنا. أهلا. شكرا. فيك. شكرا لك. يا عمي انبسط يا عمي. يا عمي طبعا والله مبسوطين والأولاد كلياتهم حوالينا. بس طب بدي أقول لك شيء. بدي أقول لك شيء. ايوه. ما حدا قال لك انك صوتك بينفع للاذاعه او للاخبار؟ يا ابي يا ابي انا ممكن اتوسط لك حبيبي عادي. والله فولنتير متطوع انا مستعد. اذا بتفكر بالموضوع فينا نشوف لك الموضوع. يسلم كلك زويا. والله انا اكلي لك. حياك الله. شو المعامله اللي تحب اني اخدمك فيها؟ عندك كريدت كارد وعندك كاش وعندك الشيكات. كريدت كارد. كريدت كارد. حاضر. عندك رقمين 2 و3. ثلاثة لو سمحت. ثلاثة ولا يهمك. حاضر. الرقم اللي عندك هو 1 و8 و7.
وعليك الرقم الرابع 1 8 7 واحد 8 7 5 5. نعم ديل. إذا بدك تفاصل ما عندي مانع، أما إذا بدك ديل لا يقول جول. يعني دخلنا على اللعب وعفوا رقمك غير صحيح، كان بدي أساعدك يا عمي. تسلم. يلا حياك الله، ولكن على الفكرة أنت لو تشوف الرقم راح تتحسف. تعال شوف وين كان الرقم الصحيح. شوفه شوفه. كم؟ 6 كان الرقم الصحيح. يعني ما يخالف نصيب هي. وتعال معي على صناديق الترضية 1 3 2 7 6 8. اختار. 6 بما أنه خدعنا أول مرة. يلا عاد الستة هون فيها أقل مبلغ. يلا 100 200 300 400 دولار. شكرا جزيلا. حياك الله. شكرا لك وتحياتي لهالأردن اللي قاعد يتابعونا ويتواصلون معنا وين ما كانوا بالوطن العربي. ابي اهل المغرب وتونس ويعني لازم ترسلون الحين الحين ترسلون. والسودان السودان يا زول اتصالكم يا زول. شيماء من الكويت اهلا. هلا والله شيماء. يا صباح الورد. صباح العسل. صباح الجيمات. صباح الجيمات. لا نمنا برا اليوم عيل. اوكي. انزين شيماء جاهزة؟ جاهزة. فالش الفيلا إن شاء الله تبينها؟ آمين الله يسعد منك. حكومة ولا قسايم أنتوا ولا شنو؟ لا قسايم. 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 يلا ربي يرزقكم إن شاء الله بعد بهالمنتجع الحلو وبالعافية عليكم. يلا الله جاهزة؟ جاهزة. تعالي. سؤال يقول ورياضي شوية. أقيمة. رياضي. لا لا إن شاء الله سهل. أقيمة الألعاب الأولمبية عام 2000. كان وين هالموضوع هذا؟ طوكيو ولا أثينا ولا سيدني اللي موجودة في شو اسمه؟ أتوقع استراليا. ها؟ أتوقع سيدني اللي موجودة في استراليا؟ أتوقع. إنزين ديلي بوي أنت شو رايك؟ خلنا نشوف ملامح وجهك قبل. شو رايك؟ ها؟ ها؟ ضيعتني كذي. ضيعتك أنا هالابتسامة. ديل 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 ديل. يلا ديل. ديل أبوي وأنت إجابتك يا شيماء صح 100%. جاهزة؟ جاهزة. مستانسة؟ وايد. مو مبين مستانسة عشان قسايم يعني وراهي. يلا ما يخالف الله يرزقكم أبوي. يلا زين تبين كريدت كارد ولا تشيكات ولا كاش؟ كريدت كارد. حلو حلو. بياعة ها؟ لا يعني حلو المغامرة. أنا يعجبوني الناس اللي تغامر. وعلى فكرة الخسارة ممنوعة عندنا يعني طلعتي من هنا بتدشين على الكاش بعد. خلاص. يلا 3 8 9. أبوي 3 8 9. ها 3 8 9. اختاري رقم شيماء. 6 6. ديل ديل ديل. قلبك يطق وايد. ألف مبروك إجابتك. غلط. يلا خيرها بغيرها. لا لا تعالي تعالي أول شيء خلنا نوريك الرقم. أول شيء كم كان؟ 0 كان الرقم الصحيح. تعالي معي على جواز الترضية وفالش إن شاء الله هم جائزة وفالش الفيلا. يلا بو اختاري تعالي شنو تبين؟ عندك 1 و3 و7 و2 و8. ها 3 3. إيش رأيك بالفيلا أول شيء شفتيها؟ اي شفتها. ايش رايك بالتصميم؟ ايش رايك بالشكل المكان؟ عجيب عجيبه. لا ويقول لك بعد على فكره برا رمان زارعين وتفاح وليمون. اي 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 يعني ان شاء الله فالت هالفيلا هذه ان شاء الله. ان شاء الله امين. يلا ابوي 100 200 300 بس ولا بعد؟ بعد. 400 كافي ولا بعد؟ انت كريم احنا نستاهل. صباحك رهش. 500 دولار كاش ما يتقصر. يلا بوي حياك الله وتحياتي لك وكل من يتابعنا في الوطن العربي. دزوا مسجات الحين لا يضيعون عليكم والعد التنازلي على الفيلا. اتصال جديد. الو الو مرحبا. الو وين قاعد ورا انت؟ تعال قرف. الو الو من السعوديه. الو مرحبا اخوي. يا مرحب فيك وتحياتي لاهلك لاهل المملكه العربيه السعوديه كلهم. الله يسلمك. قاعد تتابعنا بروحك ولا معك احد؟ لا بروحي انا. بروحك؟
حياك الله ابوي، من وين؟ من السعوديه. من القصيم. يا هلا فيك وتحياتي لكم. الجو عندكم بارد ولا ها؟ والله يعني شوي نفس الجو عندنا احنا، شويه حار. ايه يعني. يلا جاهز ابوي؟ جاهز ابوي، بس انا مساعدك يا اخوي. تعال تعال ابوي. تعال. يلا أبوي. تعال معي على السؤال. يلا. والسؤال يقول اي القطبين ابرد؟ الشمالي يبا ولا الجنوبي ولا نفس الشيء؟ ها شمالي جنوبي ولا نفس الشيء؟ الجنوبي. جنوبي. انت جنوبي ولا شمالي؟ ما ادري والله، ابي مساعدتك اخوي. انت جنوبي ولا شمالي؟ تبي مساعده؟ ايه ديل ولا اساعدك؟ ساعدني انت. جنوبي. انت قلت تكفى؟ تكفى. لا يا رجال لا تقول تكفى، لا تقطع عقال يا رجال، قطت العقال هذه كبيره. ديل بس قول ديل، ابشر بعزك. ديل يا رجال صح وديل. الله يجزاك يا رجال. تعال خذ العقال. الله يسلمك. هل فيها قبائل يا رجال؟ تفضل. هذه من عاداتنا اللي نفتخر فيها بصراحة، ويعني أهل العرب والعرب نفسهم كانوا كرام وإحنا حاضرين لك. تبي كاش ولا كريدت كار ولا تشيكات؟ كريدت كار خلصوا. ها تشيكات. تشيكات بعد شوية هم بنزيد. تشيكات تبي؟ تعال عندك واحد واثنين وثلاثة وخمسة، إيش تختار؟ ثلاثة. ثلاثة. بو شنو أنت؟ بو شنو؟ بغازي. يعني بغازي؟ إيه. هلا يا مرحبا فيك يا بغازي. الله يسلمك. المبلغ اللي موجود عندي أعطيك ثلاث اختيارات، خمس اختيارات عفواً. 1500. إيه. 1700. إيه. 2000. إيه. 2500. 3000. قدامك على الشاشة. 1700. وبي مساعدتك أنا، ما متأكد. لا تقول تكفى مرة ثانية. ديل. 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 يا رجال ليش قلت ديل يا رجال؟ اسمك اسمك بس عطني اسمك. سعد غازي مطيري. سعد غازي مطيري. والله ونعم فيكم بالمطران. ما عليك سعد أخي. إذا وقعت على الشيك يعني شنو أنا؟ يعني أنت فايز المفروض، بس للأسف أنا الشيك هذا وقعت عليه عشان أذكرك إن الرقم كان غير اللي قلته. تبي أساعدك؟ إيه ساعدني. أساعدك؟ إيه. أنت قلت تكفى؟ إيه قلت تكفى. لا يا رجال لا تقول تكفى يا رجال، يا رجال لا تقول تكفى. ابشر بعزك يبا، ابشر بعزك. 1700 صح، تستاهل. الله يسلمك يا رجال. خذ العقال يا رجال. حياكم الله، شاركوا وتواصلوا ودزوا مسجات على بنك ديل. هذه طبعا الفرصه اكبر هني، لا تروح هني ولا هني، الخساره ممنوع عندنا. نعطيكم فاصل وبعد التواصل. حياكم الله، رجعت لكم الجديد، نتواصل معاكم في بنك ديل، هذا البرنامج اللي من خلاله ان شاء الله تفوزون بجوائز قيمة ترضيكم، يعني نحقق بعض احلامكم، واذا كان الحلم فيلا بعد ايش عليه، فيلا ومنتجع هي يعني تروح هناك تستانس تاخذ اهلك. قبل شوي قاعد اسال عن الغرف اللي موجوده، يقول لك اربعه تقريبا، وعندك حمام سباحه برا، وعندك حديقه، وعندك، فلا تضيع الفرصه، عندك وقت انك ترسل الحين وتشارك وتتواصل معنا. ايش رايكم الحين بسوي سحب على صك التبادل الموجود معانا من شركه مرابحات للحلول العقاريه، صك بقيمه 3000 دينار منتجع شرم لاغون، صك وايد حلو، خلينا نسوي سحب. تملك صكوك تبادل شرم لاغون 7 أيام لمدة 25 عاماً، أول مشروع من نوعه يلبي كافة احتياجات السياحة الأسرية. يعني بعد الكلام اللي شفته والصور الحلوة، كافي البحر تروح هناك، وكافي الديرة، أنت قاعد في مصر يعني أم الدنيا،
يعني أم الدنيا تروح هناك وتأخذ لك الجو الحلو وتستانس وإن شاء الله فالك طيب. أنا أقول إحنا نسوي استوب ولا ديل؟ نعطيها ديلي بديل ديل حلو من العراق. ألف مبروك لك هذا الصك وإن شاء الله يا ربي تستانس أنت والأسرة في الجو الجميل الموجود منتجع شرم لاغون. بالعافية عليكم. يعني الحين الناس اللي قاعد تتواصل معانا وتتابعنا قاعد أقول لكم عندكم وقت أنكم ترسلون. عندنا فيلا اليوم وعندنا في نهاية شهر رمضان الكريم ربي يعود علينا وعليكم بالخير والمحبة. لا تضيع الفرصة عليك. اللي متزوج ثلاث هذه فرصتك الحين تأخذ هالفيلا. اللي متزوج أربعة يا ويلك من حريمك. زين شارك تواصل دزنا سجات وفالك طيب. أرسل كلمة ديل. يعني أنا أتخيل الناس اللي الحين قاعد تتابعنا يقول أنا أرسلت وايد وشخص يقول أنا أرسلت واحد. لو ترسل مسج واحد تدخل معانا سهل. ما بالك لما ترسل وايد شو راح تقول لك الفرصة أكبر. وعندنا مفاجآت على فكرة وايد موجودة معنا في شهر رمضان المبارك إن شاء الله. يعني الحين بعد شوية بنشق المخمة مثل ما يقولون وبنعطيكم فيلا حلوة اللي شفتوها تخيل. فالأرقام موجودة على الشاشة. اللي قاعد يشوف رقم الحين يعني يركز يعد بعد كم ألف يطلع رقمك يمكن نعطيك استوب عليه. شاركوا وتواصلوا وفالكم طيب. أنا أشكر كل الناس اللي قاعد تتواصل معنا وتتابعنا. يعني أنتم فتحتوا لنا قلوبكم قبل لا تفتحوا لنا هذه الشاشة اللي هي التلفزيون. عبر شاشة تلفزيون الرأي أنتم موجودون في بيتكم. إن شاء الله نقدم لكم ما هو جديد ومميز في هذا البرنامج وكل البرامج اللي موجودة. فيعني أنا كنت أتمنى إني أمثل في بيت جدي بالشروال والهذا وبالشبرية بس يلا إن شاء الله. يلا خلينا نشوف إن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله. أنا أقول الحين شو رأيكم نشوف الفيلا؟ تبي تشوفونها ولا ما تبي تشوفون الفيلا؟ يلا شوية بعد خل نشوفكم أكثر. أبي أقول حق الحجية اللي شافتني يعني أم خالد يطول بعمرها قالت لي أنا أبي أرسل وكذا. أرسلي كلمة ديل بس وتدخلي معانا. الحين معاي ضيوف موجودين معاي إن شاء الله. هم اللي راح يسوون سحب. أنا ضيف عندهم مو هم ضيوفنا راعين مكان. تحياتي لكم المهندس عبد الله ديقان نائب مدير المبيعات بشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية. حياك الله تفضل. الله يحييك. وأكيد سيد هالويه المنور السيد عاطف كامل مدير عام مجموعة الرأي للتسويق والإعلام. حبيبي مساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير. مساك ور استاذ عبد الله. تفضل ابوي شو اخباركم شو مسوي؟ تفضل استاذي شو مسوين؟ عساكم بخير. طبعا الاستاذ عاطف من عندنا من الرأي وما شاء الله يمكن السنه اللي فاتت استاذ عاطف قال راح يكون عندنا مفاجآت والسنه اللي فاتت كانت فيلا صارت فيلل والجوائز صارت اعلى. وايضا يمكن شركه مجموعه الدوليه للمشاريع العقاريه المهندس عبد الله ديقان كانوا معانا وهالمره داخلين بقوه وان شاء الله الجاي اكثر يعني خلنا نبدي يمكن انت ضيف عندنا واحنا ضيوفك. الله يخليك. دزيت مسجات الاهل دزوا يتابعون طبعا اكيد احنا نربحهم واحنا اللي نبني. يعني تقريبا كم مسج دزوا اذا بتقول؟ ما نقدر نقول السالفه فرصه اكبر. شلون شفتوا وجودكم معنا؟ شلون شفتكم وجودكم معنا للامانه؟ صراحة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم باسمي وباسم شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية هي إحدى شركات من القابضة نتقدم بالشكر الجزيل لقناة الرأي. وصراحة قناة الرأي تميزت خلال فترة قصيرة وهذا ما جاء إلا من خلال عمل حثيث وجهد متواصل من خلال العاملين كلهم على رأسهم الأستاذ عاطف كامل وأنت معنا أخ نواف وما شاء الله هذا اللي خلانا احنا صراحه نضاعف الجائزه خلال هالسنه هذه من فيلا واحده في السنه اللي فاتت الى فيلتين في مشروع المتميز اللي هو مشروع دريم فارمز. ان شاء الله يا ربي اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تكونون معنا دايم. وتحياتي للنوخذ العود اللي قاعد يتابعنا الاستاذ جاسم بودي وتحياتي للاستاذ يوسف الجلاهمه وما شاء الله كلهم نواخذ والاستاذ عاطف كامل. الاستاذ عاطف نتكلم شويه حق الناس والمفاجات اللي موجوده معنا. هل في مفاجات جديده ان شاء الله راح يشوفونها؟ والله خلينا نقول بس نرجع الاول بالذاكره للسنه اللي فاتت. احنا قلنا انه السنه الجاية هتكون جوائزنا أكتر وصدقنا في وعدنا كانت فيلا فيلتين الكاش أكتر الصكوك وكمان بنوعد المشاهدين وكمان بعد رمضان هيشوفوا نواف حلة جديدة في برنامج أكبر واهم كمان خليهم يتواصلوا معنا. ربنا يخليك ربنا تحياتي لك استاذي. يعني انا استنست السنه اللي فاتت من شغله لما جيت لي استاذي وقلت لي ان يمكن الفرع الموجود من الرأي اللي موجود في مصر كانت هناك كثير ضغوطات وايضا اتصالات يشاركون في هذا البرنامج من قرى موجوده هي قرى بسيطه موجوده في الصعيد وغيرها. هل كان في مفاجات من هذا النوع ايضا في هذه السنه؟ يعني خلينا نتكلم. انا الحقيقه تفاجئت كمان على الويب سايت بتاع تلفزيون الرأي انه جالي اتصالات وايميلات من أماكن غريبة جداً ما سبقش أنها شاركت معنا. يعني منها مثلاً على سبيل المثال إيران
ودول للاسف ما قدرناش نوصل لان احنا نوصل لشورت كود عشان يشاركوا معنا. اللي كان جديد معنا السنه دي موريتانيا شاركوا, ليبيريا كانت معنا, ليبيريا مظبوط, يعني نيجيريا كانت معنا, ايران دخلت معنا, باكستان دخلت معنا, اتصلوا على الخط الدولي والحمد لله المشاركات السنه دي بسم الله ما شاء الله. يعني احنا نقول حق الناس دزوا مسجات وشاركوا معنا. الاستاذ عبد الله موجود معنا, المهندس عبد الله موجود معنا, الاستاذ عاطف كامل. احنا الارقام اعطوني الارقام, يعني يعني اتخيل الناس اللي قاعد تتابعنا الحين كل واحد حاط ايده على قلبه ويقول الفيلا دي بتاعتي, الفيلا دي بتاعتي. انا مش انا اللي هسحب عشان ما اقولش مش انا اللي عبد الله اللي يسحب. يعني المهندس عبد الله, نعم, ولا ايش رايك نسوي مع بعض ستوب عشان يلا يعني بعد شويه ان شاء الله بيسوي الستوب الحين على ما يجهزون الارقام موجوده. خلينا نعطيهم فرصه الناس اللي قاعد تتابعنا. انا بس عايزين كمان قبل ما نسحب انا الحقيقه بس ودي اوجه شكر خاص جدا ل مش كل الناس لكن هميز بالشكر بنك الكويت والشرق الاوسط اللي كان له دور عظيم معانا في قيام هذا البرنامج, وشركه مرابحات للحلول العقاريه, وشركائنا الدائمين في الحمد لله يا ربي المجموعه الدوليه. الايد الواحده ما تصفق استاذ عاطف, يعني والحمد لله احنا كلنا داخلين في هذا البرنامج لارضاء المشاهدين والحمد لله يا ربي. الحمد لله رب العالمين. قدرنا ان شاء الله نكون قدرنا نوصل للي ان شاء الله يتمنونه, وهذه البدايه مثل ما قلنا. فقاعد اقول لكم قاعد تشوفون ارقامكم كل واحد الحين قلبه قاعد يطق بقوه. احنا راح نعد مع بعض 4 3 2 1 ديل. ألف مبروك بالكويت, ألف مبروك. الرقم اللي فاز معانا يستاهل, مبروك مبروك. يعني فيلا موجودة معانا, يا سلام الفيلا صارت 3 أدوار معاي. يعطيك العافية أستاذ عاطف, يعطيك العافية مهندس عبد الله. مكانك, احنا عندك ضيوف. طبعا نبارك حق اخونا اللي فاز ونتمنى لك الخير. طبعا هو الحين ربح معانا في مشروع متميز مثل دريم فارمز, هذا المشروع احدى مشاريع المجموعه الدوليه للمشاريع العقاريه ومع احدى اكبر الشركات اللي هي شركه من القابضه. طبعا مشروعنا هو موقع متميز في يقع في طريق مصر اسكندريه الصحراوي في امام مدينه السادات, والمشروع كله يحتوي على مناطق خضراء وزراعات. يعني كله يمكن احنا نتكلم راح نقول لهم عن كل هذا, ولكن عندنا الشخص يعني متصل معانا. الو مسعود. هلا والله, مساء الخير مسعود. هلا نواف, تحب تشارك في البرنامج ولا كنت قاعد تتابع الحلقه؟ والله كنت انا قاعد اتابع, يعني صار لي كم يوم اتابع وعجبني والله البرنامج, قلت ابي اشارك. كم مسج زيت ابوي؟ كم مسج زيت؟ تقريبا 5 أو 6. 5 أو 6 تقريباً. سبحان الله. يعني اذا قلت لك انت فزت, يعني اذا قلت لك مسعود اخوي, اذا قلت لك فزت ب $5,000 زينين؟ ولو قايل لي $1,000 منك انت زينين. انزين يبا تعيش لهم. انزين اعطيك انا $5,000 وتعطيني اللي فزت فيه. اخوي مسعود الاهل يمك كلهم قاعد يطمرون. خلي يجهزون لي الباب لانك انت فزت معانا بفيلا من منتجع المجموعه الدوليه للمشاريع العقاريه في دريم فارمز. الف مبروك. استاهل استاهل. مشكورين مشكورين والله. يعطيك العافيه. معك الاستاذ عاطف. استاذ عاطف تحب تقول شيء؟ نعم جائزه بحياتي, وسبحان الله يعني طلع شيء زين. يعني الحمد لله يا ربي, ودائما لما تكون على تلفزيون الراي ان شاء الله نحقق بعض امانيكم, وهذه فيلا. بالعافيه عليكم, شكرا لكم. الله يخليك. يعني اذا حابين تقول كلمه اخيره استاذ عبد الله, عندنا الوقت يمكن قليل. استاذ عبد الله تفضل. طبعا الله يسلمك, ان شاء الله مبروك اخوي, تستاهل كل خير, واحنا نتشرف فيك انت كعضو ويانا واحد ملاك مشروع دريم فارمز اللي احنا الحين انتهينا من تسويق المرحله الاولى بالكامل, وحاليا احنا في المرحله الثانيه اللي الحمد لله لاقت يعني تسويق كبير للمشروع. ومبروك ويانا. الف مبروك ويستاهل. يعطيك العافيه مهندسنا عبد الله, يعني يعطيك العافيه على وجودكم معنا. استاذ عاطف اخ مسعود ينتظر مننا تليفون عشان احنا هنبعت له تيكت وإقامة في مصر يروح يعاين الفيلا خلال ال هنروح ولا يروح لوحده؟ عايزينك في البرنامج. يعطيكم العافية على وجودكم, نشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة, ومع السلامة وتصبحون على خير. السلام.